شجر بقلوب كن عيد النظر. لا تفرحوا بدموع الناس، مش هيك أطباع البشر. لا 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 تفرحوا بدموع الناس، مش هيك أطباع البشر. سمعين من الشرطة الجنائية. الرجال اللي دخل قبل شوي بدي اعرف مين بيلتقي هون، مع مين بيشتغل ومين بيرافقوا لما بيدخل للمجمع. تأمل منيح، ما بدي اي احتمال للخطأ. وصلنا الخبر. أكد الخبر زلمتنا. Thank you.
ذكرت شغله كثير مهمه بمذكرات هشي. وأنا متأكد أن الذي يسمي نفسه صافي هو ابن الرأس الكبير البيك، ابن غير معترف به من أم منبوذة تزوجها البيك في قبرص قبل زوجته الحالية. الوليد، في شخص اسمه صافي كنت أنت عم تلاحقه بالمدة، بعدك بتذكر عنوانه؟ فيك تنقلني اياه؟ خلاص. ايه. ايوه. ايوه. شكرا وليد. شو صار بشريط؟ يا وصل يا بطريقه. اذا لازم نتحرك قبل فوات الاوان. شو هيدا؟ شفت فيديو من مين؟ واحد بيقول انه صاحبك ابو الزوز. طيب انطرني شوي. من فضلك غرفة 302. نعم شكرا. فتحي؟ لا ما في شيء يا حبيبي، ما صار شيء، لما ارجع على الاوتيل بخبرك. شو؟ امك رجعت؟ اسم الله اسم الله، شو فيقة عليك بعد هالغيبة؟ وين؟ بالاوتيل؟ هلا هلا برجع. شو صار كمان؟ شو بيك سكتت تحكي؟ في شي أسوأ من رجعة أمك؟ شو؟ يا ربي عفاف، شو بكي؟ شو صار؟ كيفك يا حسون؟ الحقيقة إنك ذكي وحربوق، بس مش كتير يا حسون. انتصرت علي بالماضي البعيد والماضي القريب، خدعتني يا حسون. بتصدق اني كشفتك من فترة وما جبت سيري لحدا حتى صار بين ايدي أدلة كاملة كافية ووافية يا حسون؟ يعني جرائم قتل، مخدرات، وطريقتك بتبييض الأموال صارت مكشوفة على الآخر وعندي التفاصيل يا حسون. يعني انت انتهيت حسون؟ بح حسون. وإذا بتدق تليفون لأحد شركائك الكبار جدا، المحليين أو الدوليين، ما حدا رح يرد عليك يا حسون.
ولا تحاول تتصل بالبنوك، حساباتك كلها مقفولة حتى بالخارج يا حسون. وإذا بتتصل بصاحبك المدعي العام التمييزي وجيه بيك بأكد لك هالشي. وهلأ عرفتني يا حسون؟ باي حسونة. لا مش باي، إلى اللقاء. بالمناسبة ولا أنت مجني على الشباب البريء وعلى طلاب الجامعات وبس، حتى ابنك طلال صار من جملة الضحايا. عجل الحق إذا فيك، بعده بأول الطريق. خلاص بي. خلاص انا مش وقتك، مش وقتك هلا، مش وقتك، مش وقتك. صافي صافي حبيبي، انت ابني، انت ابني اللي بحبه. ما بتعرفش محل ممكن اتخبى فيه بدون ما يعرفوا. أنا اللي كنت أعتمد عليك وأفكر إنك أنت ممكن تحميني. أنت ابني، ابني ممكن تحميني. للأسف للأسف طلعت حمار، حمار. الله يلعنك، الله يلعنك، يلعنك ويلعن اللي خلفتك. يا عمي شو هالحظ؟ حاسة حالي كأني محبوسة. قال كأني، ما أنا محبوسة، ممنوع أظهر من هالأوتيل النحس. بس لازم أتحمل، أكيد بعد قصة سمر حيصير شي. يي مين جايب هالشريط؟ اللي طلبه منك صحيح وضع حتى تتعاون معنا على الخطة اللي عم تبدأ. خطة شو عم تبدأ؟ ولا مين
صغيرة ولا بتعجل كتير. يا منتفق هلا يا كل واحد منا بيروح بطريق ولا منشاف ولا مندري. الخطة اللي خبرك عنها سعيد هي انك تتخلص من مدامتي بدون اي شك فيه. خطة جاهزة. وبعد في عملية تانية وسهلة ومبلغ اضافي كمان. قلت لك ما بحب الالغاز. لولو هي الهدف التاني؟ ايه بس بعد ما تهدى درجة مقتل مدامتي. موافق؟ موافق. ومثل ما حضرتك قلت سهلة بالنسبة لسعيد. لا 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 سعيد مو عيارف اي شيء عن موضوع لولو. ايه فهمت واضحة. شو ايمتى رح يفكوا اسرنا؟ الحقيقة ما عندي فكرة. ما تقلي ما عندك فكرة ما تتخبصن علي انا اكيد انه عندك فكرة. ايمتى؟ يمكن لفترة صغيرة. انت عشو مستعجلة؟ عشو مستعجلة رح اختنق. ولو فلا وجبل وسهل وهوى نظيف ونقي ومنعش وكل شيء مفتوح حوالينا وراح تختنقي. بتشربي شيء؟ ما لي نفس. لولو ليه عم بتخبي علاقتك مع طالب؟ ما بقى في لزوم تخبي. شو عم بتخرف؟ اي علاقة؟ لولو ما تكفي تكذبي علي. بستغرب كيف انسان بذكيك وبخبرتك بالحياة بيسأل هيك سؤال. ايه فهمت معك حق. بتحبي بنت مثلي بحاجة للمساعدة مش للحب. بنت مثلك مش بحاجة لأي مساعدة. هيدا إذا كانت عقلي. وإذا مدت لإيد ما بتتسرع، بتفكر بتتفحص هالإيد وبتدرسها منيح. وبيحبك؟ أنا كنت مفكرة هيك. وهلأ؟ هلأ عن إذنك بدي فل. وبكي ساكتي؟ بعرفك حكواجية ولسانك ما بيفوت عتمك. شو قلت للبنت حتى نرفزتها؟ ماشي مهم، مجرد دردشة. ودردشتك هيئتها عصب الطالب وظهر النرفز. هيدا بيعني انه بلش يتخلى عن حذره. واضح هالشي من طريقة مشيته لما لحقها. بس هلأ سبب حذره بعلاقته مع البنت زال. ومساقبي انه لولو مش من النوع الصبور، صارت نرفوزي، يمكن ركض وراها ليهديها. وبالحقيقة ما في إلا طريقة وحدة، يعيشوا مع بعضه وبالعلن. ما بيقدر قبل ما تمرق فترة حتى ما يثير الشبهات. ما هي خايفة بهالفترة ليقوم يزهق منها ويلاقي وحدة غيرها، وخصوصا إنه طالب هو الوريث الوحيد لثروة المرحومة سامر. سعادتك كانت أكبر لما نعرفت بحبله. السعادة ذكرتني بالمسؤولية تجاه الجنين. بعد بكير لهم المسؤولية. لا مش بكير، بالعكس خايف كنت أخرت. ناوي على شي؟ صبحي رصيدك بكامله حولت لي إياه، قصدي للجنين. شو بعد فيك تعمل أكتر من هيك؟ يا هل ترى صبي ولا بنت؟ أنا بدي بنت. إيه والمثل بيقول هم البنات للممات. لا أنا مني هم عند أهلي أبدا. بالعكس كنت السعادة والأمل بالنسبة لأهلك. يا رب إذا بدك تعاقبني ما تعاقب مرتي وابني بجريرتي. صبحي شو بيك؟ من وقت ما شفت الرائد وإنت مغير. شو قال لك الرائد صالح؟ أنا خايف يا هيام، خايف. يا رب إذا بدك تعاقبني صب غضبك علي. صبحي أنا خايف يا هيام، خايف. أنا أذيت ناس كتار، شباب وبنات كبار وصغار. أنا خايف يا هيام، خايف. صبحي شو طلب منك الرائد؟ هيام بكرة رايح على الحجز.
حجز؟ سجن؟ لوقت محاكمتي، حجز احتياطي. لا لا، يمكن هيك أفضل وأسلم يا هيام. أول شي لازم اتعاقب أنا مش أنت ولا الجنين، وتاني شي بالحبس يمكن أفضل وأسلم، لأنه خايفين اتعرض لانتقام. انتقام من مين؟ ناس كبار يا هيام، ناس كبار، كمشوا الروس الكبيرة، وأنا كنت واحد من اللي ساعد على كمشهم. خايفين يكون إلهم بقايا ويعرفوا بدوري بينتقموا. وعدوني إذا تحكمت يكون الحكم لمدة بسيطة، هيك أحسن يا هيام، أحسن. شو في بينك وبين هالخطيار هيدا؟ غيران منه رغم أنه خطيار؟ إيه بس على فكرة منه خطيار. لك خطيار، الشاب ما بحبه، لك ما بطيق شوفه. بس أنا عجبني، مهضوم وحلو ومثقف ومليونير. لولو، لك شو بك شو بك؟ لولو اسمعيني منيح، إذا عم تفكري تخونيني وتعرضي هالخطيار علي وتهربي مني بتكوني مجنونة. اللي أنا اللي عملته من شانك ما بينعمل. شو بتقصد؟ قصدي أكتر من هيك كمان. صدقيني إذا حاولت تتركيني رح أعمل فيكي أكتر من يلي عملته كمان. شو شكلك عم بتهدد؟ اللي عملته اللي بدي أعمله، شو قصدك من هالحكي كله؟ قصدي أنا هلأ حر، يعني ما في شي بيمنعني أعمل اللي بدك. شو قصدك؟ زواج علني وشرعي؟ مش هيك أنت بدك؟ ليه أنت ما بدك؟ أنا بدي أكتر منك، أنا بموت فيك. وأي متى رح يصير هالشي؟ تندفيس، لك بعد بدفع نوها. بعدين اسمعي، أنا ما بدي حدا يعرف شي عنا. زياد بيعرف عنا كل شي. بيعرف كل شي؟ كل شي. لك طالب، أنت كيف قتلتها؟ آه، هيدا الموضوع اللي عم تحكي عنه، اللي عملته واللي ما عملته. بس أنت كنت معنا كل الوقت، دخلك سعيد ساعدك شيء؟ اسمعي لقلك لولو، اوعك تفتحي تمك بكلمة. إذا بتجيبي سيرة سعيد على لسانك بقطعه، بتكوني حكمتي على نفسك بالموت، فهمتي؟ بلحقك بسمر قبل ما يجف قبره. اختاري بين اثنين، يا الموت يا تتزوجي رجال غني. وإذا اخترت حال ثالث؟ ما في. لا في، انه نبعد عن بعض. مجنونة. هلأ صرت عاقلة، مجنونة اذا بكون معك بعيش بقلق وبخوف. بعدين انا وعدتك اذا بتتركني فيل ما رح افتح تمي. قتلني اذا بدك، بس ما تفكر القصة حتمرق مثل ما مرقت قصة سمر، حتنكشف. بعدين انا وعدتك اذا تركتني فيل ما رح افتح تمي. ماشي، بس حتى يفكوا اسد. تسمح؟ تفضلي. ما بدك رفقة؟ يعني ما بحياتي كنت اشكي من هالشي. انا كان ضايق خلقي لوحدي. بس انت ما كنتي لوحدك. وبتسمي رفقتهم بتسلي؟ شو عرفك انه رفقتي انا بتسلي؟ هيك قالوا لي. مين؟ ناس كتار. يعني انت عملتي تحريات عني قبل ما تشوفيني. عادي. هلا قلي ليش لهلا ما تزوجت؟ رح قلي، لانه انا بزهق من المرأة اذا كانت مرتي. كل ما بفكر انه بدي اعيش مع انساني 24 ساعة باليوم وعطول العمر، يا لطيف. ايه بس ما كل وحدة بتملل، في نسوان بيعطوا للرجال حياة سعيدة فيها فرح. أها، وإنتي منن؟ هيك بيقولوا عني. مين؟ اللي بتعرف إنك خبيث؟ هيك بيقولوا عني. أهلاً عفاف، شاركينا هالجلسة الحلوة. بوجودك قلت منا حلوة. في أعرف شو سبب رجعتك من باريس؟ ولو جاي مشان ابني. ابنك؟ ابنك قرب على 20 وقراره بإيده، سألي شو يلي بده إياه. عرفت منه إنك سألتيه وجاوبك، لذلك بنصحك ترجعي على باريس.
تعرضي رسوماتك على الأرصفة وتنطري مين يقبلك بعد ما قطعت الأربعين. عفاف، أنا بعرف شو خطتها. لما عرفت إنك مليونير رأساً فكرت فيك، ولما عرفت إني صرت خطيبتك صممت أكتر. اسمعي نادين، أملك بزياد وسرته مثل أمل إبليس بالجنة. أنا بحبه وهو بحبني، صح ولا لا زياد؟ صح جداً 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 جداً. لذلك بنصحك مرة تانية ترجعي عبريز ومصروفك علي. وعفاف منا مقصرة مدام. انت شرفتينا بهالزيارة مش لحتى تاخدي فتحي، لا تعرفي انه ما بيقبل وانت ما بدك ايه. انت ما بحياتك همك فتحي او مستقبله، كل همك كان نفسك. انت رجعتي حتى تبتزيني. عال بعترف انك نجحتي، رح اعطيكي مبلغ ومصروفك بتقبضيه كل اول شهر من بنك بباريس. شو رأيك؟ نسي زياد وبعدي نظرك عنه. وأنا مستعد أتبرع لك بمبلغ من المال بشرط ما بتتدخلي بحياة فتحي. موافقة؟ أنا رح ضب أغراضي وأطلب سيارة. اسمعي نادين، أنا بحب زياد وهو بيحبني. ليش وصلت مهضومة مني؟ لك استحي عشايتك. لا بدي استحي، خطيبتي وأنا حر فيها. انت شو رايك؟ انا اللي مدي عم براقبها، نظراتها كلها فزع، خصوصا لما بتطلع بطالب. نظرات طالب كلها اساوي وتحذير وتخويف. منشان هيك توقعت هرب؟ بدها تهرب؟ كيف بدها تهرب؟ باي طريقه؟ لوين؟ يلي عم تعملي غلط يا بنتي. لا بدك تهربي، من شو خايفة؟ خايفة من لولو. احكي لي، أنا مثل بيك. كل شي مخوفني، كل شي بعده صار بخوف، حسيته مثل الأشباح. خايفة من الماي، من الأكل، من النوم، من كل شي خايفة. طيب روقي روقي، هدي أعصابك وخليني راجعك على غرفتك. ماشي، اتركيهم هلا هم بيطلعوا لك اياهم. خسارة يتقاعد. لولو ارتاحي وروقي اعصابك. بدك ابقى معك شوي؟ ولا يا ريت، بحس معك بالأمان. عادي. قولي لي، ما بدك إني ساعدك؟ تساعدني؟ إيه. بشو؟ يا لولو، الواضح إنه في شيء عم بيأثر عليكي ويخليكي تخافي. صارحيني، افتحي لي قلبك وقولي لي شو اللي عم بيخوفك. زياد بيك بليز تركني بحالي، اللي فيي مكفيني. أنا كتير تعبانة. قفلي الباب وراي منيح. تعا شوف يا ماما وين صرت. بشوفوا ليني أحسن منك. لك هاي شو عملت؟ لك هاي لوين وصلت؟ لك شوفيني أنا وين وصلت؟
يعني ما في يقلك قد ما حسوده. ليك ليك ما الوضع انا فيه. اخ على مصيبه. خوف مسيطر عليها. ما قدرت تعرف منها شيء؟ كانت تجرب تحكي، يوقف الحكي على شفافها وما يطلع منها ولا كلمه. ما قدرت تفهم شيء ابدا؟ الاكيد طالب صراحه بشيء اعترف له. انه قتل زوجته؟ وهددها. مين الزنخ اللي بيتالف بهالليل؟ هيدا يا جهاد يا الو؟ اهلا عفو. ايه شو اخبار هيام؟ طيب روقي شوي انت، شو قالوا الدكاترة؟ يعني فيها ترجع تجيب ولاد بعد الاجهاض. طيب هي نص مصيبة. قولي لي جوزها بعده عندها؟ قولي للحراس يتركوه عندها. طيب معلش صالح، تجاوزت صلاحياتك بس حرام يترك مرته وهي بهالحالة. على كل حال انا عندي شي براسي ناوي عليه بكره الصبح. طيب بس وصل على البيت حكينا ما تنسى. يلا ماما. باي فتحي. باي. مين سمح لهم يغادروا الاوتيل؟ الرائد صالح. شو بالنسبة لإلي أنا؟ ما بعرف، عن إذنك. لولو بعدها بغرفتها؟ بعتقد بعدها بغرفتها، ما شفتها غادرت الغرفة. ما اتصلت ولا طلبت شيء؟ لا أبداً. شاكك بشيء؟ رح اطلع اطمن عليها. لولو لولو نمتي الليلة يا لولو؟ شو بتريد؟ بس بدي اطمن عليك. ليه؟ كيف ليه؟ لأني صديق. ليه شو؟ ليه صديق؟ ليه بدك تكون صديقي؟ بعدين أنت من أيمتى بتعرفني؟ شو ممكن يكون في بيني وبينك؟ أنت واحد ملياردير وأنا وحدة عم تتمسك حتى ما توقع. بكرة لما بخسر شبابي وجمالي ما بعد حدا يتطلع فيي ولا حدا بيطلب صداقتي. لو بطلب رغيف خبز ما حدا بيعطيني. أنا كتير منيح بعرفكم، أنتوا كلكم مثل بعض. طيب أنا رايح شوي وراجع. وحتى أمي، حتى أمي طردتني وما بدها تستقبلني. بليز بدي أهرب من هون، ليه حاجزيني؟ بليز ساعدني. مش أنتي الوحيدة المحجوزة يا لولو. بس أنا لوحدي اللي بخطر، أنتوا ما بتعرفوا شي، أنا كل لحظة بخطر، أنتوا ما بتعرفوه. القاتل؟ أنا بعرفه كتير منيح. تعرفي منيح؟ كيف عرفتي؟ هو اللي قال لي، اعترف لي بلسانه. مين هو؟ ما رح تصدق، ما حدا حيصدق إذا بقول. جربي قوليلي إلي مين هو. شو بكي؟ شو صار لك؟ احكي. ماما ما بعرف شي بالموضوع، انسى كل شي قلت لك يا انسى. ما خصني، ما بعرف. واللي قلتي؟ تهيؤات، خيالات، على الخوف واحد كتير بتهيأ له اشياء. لولو ضبي غراضك، رح ابعتلك عنصر من المخابرات متخفي بصفته حمال هون بالاوتيل، وما تفتحي الباب لحدا الا اذا قالك انا محسن. شو؟ انا محسن. سكري الباب منيح، رح ينقلك عنصر من الامن من الاوتيل عبيتك. عبيتي؟ لأنا عندي بيت. طيب ولا يهمك، انا رح فهمه لويني واصلك. لوين؟ ما تخافي، مطرح امين، لا طالب ولا واحد من ظلم طالب ممكن يشك فيه. يعني بيعرف؟
فيني افهم ليش سمحت للكل بالمغادرة الا انا؟ شو انا محبوس محجوز؟ ابدا يا ابو نسب. ابو نسب هلا فهمت، تحركت فيك الاحقاد القديمة. مش على علمي في احقاد قديمة. بلا في، وانت بتعرف السبب. يا صديقي انا مش صديقك، مش صديقك. يا مش صديقي، القصة ما فيها انه في مشوار ضروري لازم نروحه سوا. شو بلا ضمير انت؟ بنت عمتك بالبراد وبتأجل الدفن، اكرام الميت دفنه. معك حق، بس نحن عم ننفذ رغبات المرحومة. شو يعني؟ ما فهمت. اتصل محاميها بعد ما عرف بالجريمة وقال انه الوصية بتنص على انه ما لازم ندفنها قبل ما نسمع الوصية. وصيتها؟ منشان هيك لازم نترافق سوا على مكتب المحامي. بفهم من كلامك بدك تاخذني تحت الحراسة؟ فيك تروح لوحدك، بس انا قصدي دلك على المكتب ونترافق سوا. شو قلت؟ هاي اطلع على الاوضه وانزل. ناطرك يا ابو نسب. صالح رح ابعت لولو مع عفاف وفتحي وخلي سياره حراسه ترفقهم، الخطر عليها كثير كبير. لوين؟ عبيت نوال. هو بالذات. اسمع سعيد، ما فيك تنفد ولا بريشي وحدة من ريشك. اتهم هالسمك عليك جميع انواع التهم، سرقة، تزوير، تحريض على الخطف وتحريض على القتل. لا لا يا فندي، بالعكس، قتل لا وأكثر. قتل كمان؟ قتل مدام سمر؟ لا لا بالعكس، والله يا فندي بالعكس. شوف سعيد، في ناس أو بس في شخص واحد عم بيحاول يوجهنا ناحيتك، بيوجه التهم كل عليك يمكن لينقذ راسه. بصراحة أنا ممكن ساعدك، مبين عليك من النوع اللي بينخدع وبينضحك عليك بسرعة، يمكن بتحب المصاري وعم بيستغلوا هالشي فيك. بدك ساعدك أو اتركك لمصيرك. بالعكس يا أفندي بالعكس، يمكن أنا أنقذ روح، يمكن أرواح، وإذا مش نصدق هلا أحكي كل شي وبالتفصيل. الله معكم شباب، فيكم تروحوا. شو الله معه؟ لوين؟ ما تخافي لولو، أنت بأمان. ماشي. مبلومة هيدي أنا يا لولو، بشحمي ولحمي وعظامي المكسرة. تفضل سيد طالب، تفضل. سعيد تذكر منيح اني بدي ساعدك، الكلام اللي قلت لي اياه اكيد 100%. وهيدا العنوان مزبوط؟ بتلاقوها بالبار، جيبوها قبل ما تحس بالخطر وتهرب. على كل حال منعرف البنت ومنعرف عنوانها ومنعرف كيف وأيمتى اتصلت فيها ولا شو. بيصير على العنوان اللي قلت لك عنه. مستحيل مستحيل تكون هيدي وصيتها. هاي الوصية، خذ نسخة عنها وفرجيها لمحاميك. مستحيل أنا أطلع بدون شيء. الوصية هيك، مجوهرات للمدام جمانة والبيت للآنسة سارة. الآنسة سارة؟
مؤسسة والأرصدة بتتوزع بالنسب المذكورة 20% لسارة 40% لوليد و 40% لسالي و 300,000 دولار لسميح و 300 لوعد. في شيء لإلك بخصك بآخر الوصية كتبته بإيدها، بتحب تقراها أنت أو بقرأ لك إياها أنا؟ لا لا كفي، ما هيدي مهمتك. لا مهمتي ولا مهمتك، هيدي مهمتها. زوجي الحبيب، بعرف شو عملت وبعرف شو ناوي تعمل وبعرف شو علاقتك بلولو. كنت عارفة بعلاقتكم من زمان، وبعرف انك عم بتخطط لقتلها لانك كشفت جريمتك، وبعرف انه يمكن تنجح بقتلي بالنهاية. بس نصيحة، ما يخطر ببالك انك الربحان بلعبة الرولات روس. ما حدا فينا ربحان. انا خسرت لحظة اللي انغشيت فيك وتجوزتك، وانت خسرت لحظة اللي فكرت اني غبية وممكن ينضحك علي. وصية المحامي صح 100%، وما تحاول تطعن فيها. زوجي الحبيب شكرا. لا، هيدي خدعة، هيدي مش سمر. مش سمر؟ أكيد صار لعلك شيء يا ربتي. قديمة، لعبة قديمة، هيدي شبيهتها. كيفك يا حلو؟ لا! مش معقول، هيدي مش سمر. لا لا لا، أكيد صار لعلك شيء. معقول تتصرف هيك بدل ما تفرح وتنبسط لأن سمر ما ماتت؟ ماتت، أنا متأكد إنها ماتت. مستحيل يكون بعدها عايشة. قديمة، قلتلكن قديمة. على مين يا صالح؟ أنا أذكى منك. البنت أدلت بإعترافات كاملة. كذابة، هيدي بنت بار كذابة. محامي شاطر بيصعد كل أقوالها، مش هيك أستاذ؟ لعبة الرولات ما انتهت يا قرابتي، صح يا سمر؟ بعد في رصاصة وحدة والدور إلي طلوبتي. في رصاصة وحدة بس. بيت النار يا قرابتي. فخور بنفسك نادر؟ لا، لازم تكون فخور بنفسك. مش حضرتك اللي كشفت أسرار اللعبة الدموية وعن جدارة؟ أنا كان كل قصدي شارك بإنقاذ سالي، وما خطر ببالي أبداً إنه يكون بيك السيد حسان مشارك. بس بقى، بكفي، ما بدي تفسير. هلأ أنت وحدك البطل المستفيد بهالمعركة. بعدين بواب قلبها لسالي مفتوحة على الميلتين. روح، روح واستفيد من الموقف. طلال، شو بك؟ عم تعرف شو عم تحكي؟ أنا عارف شو عم بحكي ماما، بدي اياه هو يكون عارف. الحقيقة لا مسيو طلال، ما فهمت عليك. بعدين نادر شو ذنبه يا طلال؟ شو ذنبه؟ لو كنت موجود كنت عملت أكثر من هيك. يلا ماما، ما بقى لنا شي بهالبيت. نهاد، نهاد، ما تتركيني بهالظرف. متأسفين مدام، بس ما ممكن اتركها تحت رحمة أفكار ومزاجية البيت. نادر أرجوك، ما تقولنا نترجع حدا ماما. طلال سكوت هلا. ثانية بقدر جيب لك مليون وحدة تخدمك. شو عملت؟
ينعمل ماما، اللي لازم ينعمل. بدي اسألك سؤال، لو كنت انت موجود وصار اللي صار، ما كنت رحت مشيت مع نادر حتى تساعد سالي؟ جاوبني. انا اللي رح اقول لك، لانه كنت عملت اكثر من هيك، وكنت حسيت حالك انك شاركت بنهاية بيك بدون ما تعرف. ساعتها تصور شو كان موقفك. طلال، شكر ربك، حمده لربك انك كنت مسافر، حمده انه ما لقيت حجز. تعرف لو لقيت حجز قبل بيوم كنت جيت لهون وشاركت بنهاية بيك. طلال، ما حدا جنى على بيك، هو اللي جنى على نفسه على كتير ناس. بلا، ليه نهرب من الحقيقة؟ ثبت انه بيك تسبب بمقتل عدة اشخاص وعمل يلي ما بينعمل، وتسبب كمان انه كان رح يتعامل مع العدو. وبعدين كان متجوز غيري وكان له ابن غيرك يا طلال. لا ماما، لا ماما، بلا، هيدي هي الحقيقة. وهو اللي قتل ابنه، وهو اللي جنن مرته اللي قبله. لا ماما، بعرف انه بيك، شو ما كان هو بيك بعرف، انما لازم تتجاوز المحنة، لازم تساعدني طلال. انا وعدي طلال، انت كابتن سفينتنا، انت مسؤول عني، انت زلمتي، انت رجالي طلال. لازم نهدى ونفكر كيف لازم نتصرف. أموالنا بالبنوك محجوز عليها، المؤسسات كلها بالشمع الأحمر مختومة، خصوصاً السياحية. طلال، ما قلنا إلا هيدا البيت والبيت اللي بالجبل وكم شقفة أرض ورثناها أنا وبيك عن أهلنا. طلال ابني، لازم نفكر كيف لازم نعيش، هيدا المفروض. الله يرضى عليك يا ابني، مش الحق على حدا، الحق على بيك، هو وحده المسؤول، هو زرع وهو حصد. ومن وقت ما تجوزت وانا عم بحصد شوك. طلال ابني، خلينيك تحصد معنا. القاضي السابق والزوج الحالي. مبروك عليكم بعد شؤون محبة، السعد جمع شملة